تاكل مشاعر كلها واحدة. انت الماتش يخلص من هنا حط كل حاجة على جنب. بس دكتور منحت العدل بعين بقى المشجع اللي بجد بتاع الكورة بجد شاور على حجازي. وحجازي النهاردة الحقيقة يستحق تمثال. احمد حجازي النهاردة يا جماعة يستحق تمثال. صدة الحضري واداء حجازي على طول المباراة مع كامل احترام لكل الحاجات اللي حصلت في الماتش. يعني انا اسف جدا، انا عارف ان جمهور الكورة بيحب الناس اللي بتجيب اجوان، وصلاح جاب جونين، بس النهاردة حجازي بطل كبير جدا جدا جدا. ربنا يا ابني يبارك فيك ويبارك في كل واحد فيكو كان مدرك وعارف كويس جدا ان هو شايل فرحة اكتر من 100 مليون في رقبته. انا هسيب حضراتكم مع فرحة الناس شوية. بس فرحة الناس فين؟ فرحة الناس فين؟ في اكتوبر؟ مهندسين؟ لا، انا هسيبكم مع فرحة اهالينا في غزة. تشوفوا ازاي فرحانين من قلبهم وكأنهم في قلب شوارع مصر زي ما حضراتكم شايفين هم بيتفرجوا على المباراة على شاشة كبيرة جدا. يا جماعة مصر دي أم الدنيا بجد، والله العظيم مش تعبير يعني بيتقال كده. مصر دي مدفونة جوه صدر وقلب كل واحد في الوطن العربي، حتى اللي غضبان أو زعلان أو ما عندوش لو نفضت فوق قلبه كده ونضفته شوية هيطلع منه مصر. فافرحوا مع أهلينا في غزة وهنكمل فرحتنا برضو معاكم النهاردة ونشوف بقى ما بعد الوصول لروسيا 2018. ألف ألف مبروك لمصر الصعود لمونديال روسيا 2018.